انطلقت فعاليات المؤتمر السادس لجمعية أصدقاء مرضى الأورام المعروفة اختصاراً فوكس بالتعاون مع المبادرات الرئاسية للأورام والاتحاد العام للجمعيات الأهلية وحضور عدد كبير من الكوادر الطبية المتخصصة في مجال الأورام. جاء المؤتمر تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا والدكتور فؤاد هراس رئيس شرف الجمعية والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات الرئاسية. ركز المؤتمر في جلساته المختلفة على 5 محاور: الأول الجديد في مجال الأورام والعلاجات وأحدث التوصيات العلمية لسنة 2024 في أورام الكبد والقولون والرئة والبروستاتا والثدي والمثانة. كما ركز المؤتمر في محوره الثاني على دور الجمعيات الأهلية واستعراض نجاحاتها في مصر مثل تجربة مرسال و57 357 وشفا الأورمان وجمعية فوكس. كما تم في المؤتمر استعراض نتائج المبادرات الرئاسية في مجال الأورام. وركز المحور الرابع على دور الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج لمرضى الأورام. أما المحور الأخير فهو إدارة النظام الصحي. كما استعرض المؤتمر في دورته السادسة أحدث التطورات العلمية في مجال التشخيص والعلاج للأورام المختلفة بالتركيز على أورام الثدي عند السيدات الذي يشكل الرقم الأول في الأورام لدى السيدات مع مناقشة أورام المثانة والكبد والقولون وطرق الوقاية وتقليل مخاطر الإصابة. اهتم المؤتمر بدور الجمعيات الأهلية في علاج مرضى الأورام من خلال التعاون فيما بينها ونشر الوعي بين المواطنين، إلى جانب استعراض دور المبادرات الرئاسية في الكشف المبكر وعلاج مرضى الأورام وتسليط الضوء على استخدامات الذكاء الاصطناعي في المساعدة بالتشخيص ووضع بروتوكول علاجي مثالي بالتعاون وتوجيه الطبيب المختص. ده مؤتمر سنوي بيتم عقده في شهر أكتوبر بمدينة الإسكندرية سنوياً. المؤتمر السنة دي الجديد فيه ان احنا عندنا فيه 4 محاور رئيسية مهمة. المحور الاول وهو الجديد في علاج الاورام على مستوى العالم، ان احنا مؤتمرنا بيبقى بعد مؤتمر الجمعية الاوروبية للاورام اللي هو من فترة بسيطة وبعد مؤتمر الجمعية الامريكية للاورام. فالابحاث الجديدة والجديد في علاج مرضى الاورام بيتم طرحه على شباب الاطباء المتواجدين من كل حتة من الجمهورية اللي احنا بنبقى حريصين ان هم يبقوا ضيوفنا تماما في المؤتمر عشان دول يرجعوا في اماكنهم وهم مسلحين باحدث الطرق وافضل الطرق للتشخيص وعلاج مرضى الاورام ويستفيد بها المريض المصري. المحور اللي بعد كده وانا يعني محور مهم جدا، رغم كل الصعوبات الاقتصاديه اللي العالم فيها واحنا فيها، ان احنا عندنا المبادرات الرئاسيه واحنا ماشيين فيها، وما ننساش نجاحنا في المبادرة الرئاسية الفيروس سي، ودي يعني علامة مضيئة في تاريخ الصحة في مصر. بعديها برضو كان التعامل مع أحداث كورونا وقد إيه النظام الصحي عندنا كان ناجح فيها، وبعدين مبادرة صحة المرأة أو أورام الثدي والنجاح المذهل للقطاع الصحي فيها. آخر حاجة اللي هي المبادرة الجديدة للأورام اللي بتشمل كشف مبكر وعلاج 4 أورام: الرئة والقولون وعنق الرحم والبروستاتا. بنتكلم فيها على إيه الجديد فيها، بنسمع رأي الخبراء المتخصصين من داخل اللجنة العلمية اللي أنا أتشرف أن أنا فيها ورئيس لجنة البحث العلمي، نسمع آرائهم، نسمع يعني أفكارهم بحيث إيه اللي إحنا نمشي فيه، بحيث أن إحنا إن شاء الله يبقى عندنا إصدار بحثي عن الـ4 أورام دي في مصر في عن السنة الحالية والسنة القادمة إن شاء الله. رابع محور وأعتقد أنه محور مهم جدا يمكن مش عاوزين نغفله وعاوزين نسلط الضوء عليه جدا، اللي هو دور مؤسسات المجتمع المدني في القطاع الصحي في مصر، وهي مؤسسات عظيمة جدا وإيد مع إيد مع وزارة الصحة المصرية، وإزاي يحصل التكامل وإيه قصص نجاح كل مؤسسة من دي بحيث المؤسسات تستفيد من بعض، ونطمح أن ده يبقى أول لقاء وبعديه يبقى فيه لقاءات متكررة نبحث فيه دور التكامل بين المؤسسات دي مع بعض
ودور المؤسسات دي مع القطاع الصحي في الدولة، وخاصة أن المؤتمر تحت رعاية الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في مصر. احنا النهاردة الحقيقة في مؤتمر السادس لجامعة طنطا قسم علاج الأورام، وطبعا بنناقش كل ما هو جديد بالنسبة للأورام الخبيثة للثدي والرئة والجهاز البولي بالنسبة للرجال أو السيدات، وبنحاول ان احنا نوصل لشباب اللي اتقال في المؤتمرات العالمية سواء كان الأسكو أو الإزمو. الفكرة كلها اني برضك في جلسة توعوية عن المبادرات الرئاسية وإيه اللي بيقابلنا كعوائق وإيه اللي وصلنا ليه. الحقيقة الدولة مهتمية جدا بالصحة، وبالتالي أطلقت المبادرات الرئاسية الأربعة الأساسيين بعد نجاح طبعا فيروس سي وأمراض الثدي بالنسبة للسيدات صحة المرأة. دلوقتي بقى عندنا أربع مبادرات: مبادرة البروستاتا والقولون وعنق الرحم والرئة. بذلنا مجهود، بنعمل استبيانات، الاستبيانات زادت عن حوالي 6 مليون، وقدرنا ان احنا نكتشف امراض منها القولون ومنها البروستاتا وبعض اورام الرئه. في عوائق بنحاول ان احنا نحلها وقايمين عليها، والدنيا طبعا هتبقى احسن، لان احنا بنعمل المبادرات الرئاسيه دي مخصوص عشان نكتشف المرض على قد ما نقدر بدري، وبالتالي العلاج يبقى اسهل سواء كان بتدخل جراحي او بعلاج اشعاعي او كيميائي. وده بيوفر علينا كتير جدا، ان العيان ما يبقاش في مراحل متقدمه، وبالتالي زي ما انتم عارفين ان المراحل المتقدمه بترهق جدا المريض سواء كان من تكلفه العلاج او من الاعراض اللي بيتعرض لها نتيجه التقدم في الاورام السرطانيه. المؤتمر دايما زي كل سنة بيتطرق لمواضيع هامة جدا، وبيتناول أحدث ما هو موجود في علاج الأورام، وبيعتبر منتدى لينا كأطباء أورام. كل سنة بنهتم جدا بحضوره للإحاطة بكل ما هو جديد وتبادل المعلومات والخبرات مع السادة الزملاء. طبعا كل شهر وكل شهرين في أدوية جديدة بتنزل في علاج الأورام، بالذات الحالات اللي هي المتقدمة أو اللي فيها يعني انتشار يعني، وكل ده بيوصل لنا هنا في مصر طبعا الحديث كله. ومبادرة السيد رئيس الجمهورية الصراحة بيوفر لنا علاج كتير جدا سواء في نفس الدولة والتأمين الصحي بمبالغ كبيرة جدا، وده ساهمت كتير في ان احنا بنعالج كثير من الأورام بالطرق الحديثة. ويمكن آخر مبادرة كانت تم السيد رئيس الجمهورية اللي هي علاج أورام الكبد، ونفس الوقت التشخيص أورام الكبد واكتشاف فيروس سي وعلاجه عشان نقلل حدوث هذا الورم، وده أدى نتائج فعلا إيجابية جدا، قللت كتير جدا من نسبة حدوث أورام الكبد في مصر. في أدوية بتبقى غالية جدا في أورام اللي هو الثدي، فبدأنا إن احنا نوفرها جمعيات عن طريق اللي هي منظمات المجتمع المدني والتبرعات، إن هي توفر أساسا الأدوية اللي هي الغالية للمرضى، وبالتالي إن احنا نوصل الخطوط اللي هي العلاجية اللي هي أحدث خطوط علاجية اللي هي موجودة اللي هي برا. الحمد لله مع المبادرة اللي هي الرئيسية قدرت إن هي توفر للحالات، بالإضافة اللي هو المجتمع المدني اللي هو كان بدأ إن هي توفر أساسا جميع اللي هي الأدوية. وطبعا كان الهدف الرئيسي من المبادرة الرئيسية هو الكشف المبكر عن الأورام، فالكشف المبكر عن الأورام ده بيؤدي ان انا بكتشف الورم في مرحلة أولية، بحيث ان انا يعني ما كلفش برضك المريض، لا المريض ولا الدولة، مبالغ مالية كبيرة في تحمل مصاريف اللي هو العلاج. فاحنا عندنا في المستشفى اللي هي الفرنساوي بنعمل اللي هي الحملة دي، بتتكون ان المريض بيجي لنا ما بيدفعش ولا مليم، بيتعمل له الكشف الكلينيكي، لو احتاج المريض ان هو يعمل ماموجرام او احتاج ان هو بعد الماموجرام لو طلع ان هو في ورم بيتاخد اللي هو منه عينه، كل ده على حساب اللي هي المبادره الرئاسيه للثدي. وبيتم بعد كده تحويل الحاله اذا طلعت ان هي ايجابيه لقسم علاج اللي هو الاورام كليه الطب جامعه طنطا. في قسم علاج الاورام بيبقى في لجنه متعدده التخصصات بتتكون من استشاري علاج الاورام والعلاج الاشعاعي واستشاري الجراحه واستشاري الباثولوجي واستشاري الاشعه، عشان يتكون اساسا اللجنه دي وتحدد اساسا
اساسا ايه انسب خط علاج المريض المفروض ان هو يبدا فيه. اذا حصل ان المريض اساسا في حاجه مثلا ان هي محتاج ان هو يكملها عشان يكمل قرار نفقه الدوله اللي هي المبادره الرئاسيه بتتحمل كل حاجه عن طريق اللي هي المجتمع اللي هي الجمعيه لرعايه مرضى الاورام, بيتم استكمال اللي هو التعامل المصاريف اللي هي المطلوبه لحين استصدار اللي هو نفقه الدوله, ونفقه الدوله ما بتجيبش خلال اسبوع 10 ايام بيكون قرار المريض طلع بالكامل. مصر نتيجة الخمس سنين اللي فاتت من مبادرات الصحة العامة ومبادرات 100 مليون صحة في تحسين السياسة الصحية الخاصة بمرض السرطان, فأنا أقدر أقول لك أن مصر تقدمت مراتب مش ملحوظة, مراتب مهمة في في المقارنة مع دول مختلفة في تحسين الأنظمة الصحية. أقدر أقول لك وأنا بناء على ديتا وتحاليل إحنا عملناها أن مصر تقدمت على كثير من الدول العربية خلال الخمس سنين اللي فاتوا في توفير الأدوية الحديثة, والأهم من التوفير مصر مع المشاكل الاقتصادية والتحديات الاقتصادية اللي عندنا إحنا قدرنا نوفر أدوية حديثة بطرق تمويل مختلفة, من ضمنها شراكات مع المجتمع المدني, من ضمنها شراكات مع القطاع الخاص, من ضمنها الحصول على أسعار منافسة عالمية. حتى مع التعويم الأخير اللي حصل فالدولة قدرت تتماسك إن هي تحافظ على استمرارية المبادرات مع كافة التحديات الاقتصادية اللي كانت موجودة, وده كان نجاح من الوزارة في الفترة اللي فاتت إنها قدرت تحاول تحاسب على المنظومة بتاعتها من أي أضرار ممكن تحصل نتيجة التعويم. بالنسبة للجديد في علاج أورام الثدي, الحقيقة كل أنواع أورام الثدي, وإحنا لما نقول كل أنواع أورام الثدي, أورام الثدي مش نوع واحد, هي كذا نوع وبتختلف الحقيقة على طريقة علاجها, إذا كان بالعلاج الهرموني أو بالعلاج الكيماوي أو بالعلاج الموجه وحديثا العلاج المناعي. في تطورات كتير جدا حصلت, في تطورات حصلت في إضافة العلاج المناعي للعلاج الكيماوي, وحقيقة ده يعني حسن في نتائج العلاج جدا جدا. العلاج الموجه في بعض أنواع الأورام بقى هو العلاج الأساسي لعلاج أورام الثدي غير العلاج الكيماوي, بقينا بنستعيد عنه العلاج الكيماوي بالعلاج الموجه في أوقات كتيرة جدا. والأهم من كده هو العلاج الهرموني. الحقيقة العلاج الهرموني هو علاج زي ما احنا عارفين بتبقى أعراضه جانبية قليلة وبيبقى عبارة عن أقراص بتاخد عن طريق الفم, يعني ما بناخدش أدوية في الوريد ولا أي حاجة, والتطور فيها الحقيقة تطور كتير جدا جدا جدا. والتطور بدأ في علاج أورام الثدي اللي هي في المراحل المتقدمة. المراحل المتقدمة كان دايما بعد فترة من العلاج الهرموني بيحصل زي مناعة, الجسم أو الورم بياخد مناعة من العلاج الهرموني وبيبتدي إن الورم يزيد أو يبدأ ينتشر أو كده. مع إضافة بعض أنواع من العلاج الموجه حسنت كتير جدا من الاستجابة ومن فترة العلاج اللي بقينا نقدر نسيطر فيها على الورم باستخدام العلاج الهرموني مع نوع من العلاجات الموجهة. والحقيقة مش بس يعني ده في المراحل المتقدمة أو المنتشرة من أورام الثدي, لا كمان في المراحل المبكرة دلوقتي احنا كنا بنقول ان السيدة بعد ما بتعمل العملية بتاخد اذا كانت تاخد علاج كيماوي ولا لا, علاج اشعاعي ولا لا, وبعدين بتكمل على علاج هرموني لسنوات طويلة. دلوقتي بقى في اضافة علاج موجه لمدة سنتين او ثلاثة مع العلاج الهرموني حسن كتير جدا 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 من نتائج العلاج. والحقيقة انا بعتبر ان ده مهم لسبب يعني بيوصلنا للهدف الأسمى من العلاج إن هو الشفاء.